حينما أبرم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين، تفائلت الكثير من النخب والقوى السياسية والفئات المجتمعية بهاي الخطوة المهمة، انطلاقا من كونها راح تسهل بحل ومعالجة هواي مشاكل وأزمات اقتصادية يعاني منها البلد، والمتعلقة بجانب كبير منها بالبنى التحتية المتهالكة وتعطيل العديد منها جراء الروتين والفساد والبيروقراطية والمشاكل والأزمات المتعلقة بانتشار وتفشي البطالة. ولأن تلك الاتفاقية كان يمكن أن تؤدي إلى تصحيح المسارات الخاطئة وتقليص من خيار اعتماد العراق بصورة شبه كاملة على الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تمثل خطوة أساسية نحو تقليص النفوذ والهيمنة الأمريكية على مقدرات البلد، لذلك فإنها واجهة بجملة العقبات والعراقيل لأجل إفشالها وتعديلها. والضغوطات اللي تعرض إلها عبد المهدي كانت أحد العقبات والعراقيل التي وضعتها واشنطن وحلفائها وأتباعها. واليوم وبعد بلورة الحقائق والمعطيات أكثر من أي وقت مضى، فإن تفعيل الاتفاقية مع الصين ينبغي أن يمثل أولوية، وهذا ما أكد عليه تحالف الفتح في كافة المحافل عبر عدة فقرات ومفردات. ولعل التحالف انطلق من حقيقة هو أن الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتحقيق وتكريس السيادة الوطنية من الطبيعي أن تنعكس بصورة إيجابية على الجوانب السياسية والأمنية المختلفة. والاتفاقية الاقتصادية مع الصين بعدها الاستراتيجي العميق تعد الورقة الرابحة لهذا المجال.